هذا سائل يقول: أتينا للعمرة وأديناها منذ أسبوع، فهل علينا طواف وداع عند المغادرة؟ الصحيح أن العمرة ليس لها وداع، وإنما طواف الوداع خاص بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الحجاج بطواف الوداع، فقال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، هذا في الحج، بينما لم يقل للمعتمرين بأن يطوفوا طواف الوداع، فقد كان يعتمر صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يعتمرون، ولا ورد أنه أمر المعتمرين بأن يطوفوا للوداع، فيكون طواف الوداع خاصا بالحج. لكن من طاف بعد العمرة للوداع فهذا فيه خير، زيادة أجر، لكنه ليس بواجب.